السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، ما زلنا مع سلسلة الأعداد والأرقام التي من الممكن أن نراها في المنام. النهاردة نتكلم عن تفسير رؤية رقم 7 فقط للمرأة المتزوجة. رقم 7 ده أساسا رقم في القرآن الكريم، رقم معجز، ولذلك هذا الرقم محمود بإذن الله تبارك وتعالى للمرأة المتزوجة ولغيرها. رقم 7 يدل للمرأة المتزوجة على تجديد أمور حياتها وتحسن أوضاعها، وهناك رغد في معيشتها، هناك أوضاع وتغييرات إيجابية سوف تحدث لها في حياتها. ربما هذا الرقم يدل على الهدوء والاستقرار، ومن ثم الراحة النفسية. ربما تكون عندها بعض الضغوطات التي قد أثرت على نفسيتها، فهناك راحة نفسية بعد تعب. وهذه الرؤية للمرأة المتزوجة، رؤية رقم 7، أحيانا بيدل على كثرة التفكير. رقم 7 بيدل على صلاح حال أولادها. رقم 7 له علاقة بالشخصية نفسها، إن هي شخصية طموحة. رقم 7 بالنسبة للمرأة المتزوجة أحيانا بيدل على نهاية الخلافات والنزاعات اللي موجودة في حياتها، ربما في محيط الأسرة وربما في حياتها بصفة عامة. آخر شيء في رؤية رقم 7 للمرأة المتزوجة أنها سوف تحقق أهدافها وطموحاتها بإذن الله تبارك وتعالى. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.